يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في حديث معاذ قول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وقلتم إن هذا مقيد بالمشيئة، فما معنى هذا التقييد؟ نعم، ليس على إطلاقه أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، قد يعذبه بذنوبه، قد يعذبه بذنوبه بقدر ذنوبه، ثم بعد ذلك يدخله الجنة لورود الأحاديث في ذلك والآيات المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحديث مطلق والآية مقيدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والأدلة يرد بعضها إلى بعض ويجمع بينها ولا يؤخذ طرف ويترك الطرف الآخر، وهذا يحتاج إلى علم وإلى فقه وإلى بصيرة. نعم.